السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز السادسة من قناة المرابطون. عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي في القصر الرئاسي بن واكشوط برئاسة الرئيس محمد الشيخ الغزواني، وينعقد الاجتماع بعيد عودة الرئيس من زيارة رسمية من ولاية غرغل، حيث أشرف على افتتاح العام الدراسي من مقاطعة مبود، كما ينعقد أيضا قبيل زيارة مرتقبة لعدة ولايات لأول مرة منذ انتخابه. بدأت الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بهدف تشخيص التحديات ورصد الفرص المتاحة لموريتانيا وتحديد طرق مساهمة القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى. ووفق وزارة التجارة تدخل الاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ فاتح يناير المقبل، وتدخل الورشة ضمن جهود الوزارة لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية بما يعود بأكبر الفوائد على الاقتصاد الوطني عبر تحديد حاجياته واتخاذ الإجراءات العملية لترجمتها إلى مشاريع تنموية. نظم الفريق البرلماني للعمل الإنساني حلقة نقاش حول الواقع وتوقعات التبعات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا بمشاركة جهة واكشوط وعمدها. وقال رئيس الفريق النيابي للعمل الإنساني والاجتماعي الخليل نحوي إن موريتانيا ونظن ظروفها الخاصة بحاجة لنهضة في العمل الإنساني والاجتماعي. ناقشت نظمتها وزارة الصحة بنواكشوط انطلاق الصناديق الجهوية للتضامن الصحي كريس المنظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء، وتنطلق المرحلة التجريبية من البرنامج في مقاطعات السبخة ودار النعيم في العاصمة وبابا بي وبوغي وألاق بولاية البراكنة. ودعا وزير الصحة نذير الحامد إلى التكفل الأمثل بالفئات المستهدفة واستخلاص الدروس لتعميمها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الانترنت الظاهرين على الشاشة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.